ومعنا عبر الهاتف من بغداد العميد يحيى رسول المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة. مرحبا بك معنا عميد يحيى. لو تحدثنا بشكل تفصيلي عن خططكم لمعركة الحويجة، وهل تختلف فعليا عن معركة تحرير تل العفر وما سبقتها من معركة تحرير الموصل من حيث الاستراتيجية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير عليكم وعلى مشاهديكم الكرام. أهلا بك. حقيقة قيادة العمليات المشتركة أنهت فكرة العمليات والخطط الخاصة بتحرير قضاء الحويجة الذي يقع جنوب غرب كركوك، والاستحضارات تجري بشكل مستمر قبل القوات البرية، وكذلك هناك استهداف مستمر قبل القوة الجوية العراقية واشتراك طيران التحالف الدولي لاستنزاف قدرات عناصر التنظيم الإرهابي. هذه الضربات هي منذ فترة مستمرة، حيث استهدفنا مقرات قيادة وسيطرة وتجمعات ومخازن الأسلحة والمعدات. عن كم مقاتل من داعش تتحدث في الحويجة سيادة العميد؟ يعني التقديرات الأولية الاستخباراتية هي بحدود 2000 عنصر عناصر التنظيم الإرهابي، بينهم جنسيات أجنبية وعربية وأيضا عناصر محلية. هل من بينهم عناصر انتقلوا من الموصل أو تل العفر وانضموا إلى المقاتلين الباقين في الحويجة، أم أنهم بالأساس موجودين في الحويجة؟ لا، حقيقة هي قطعة طرق يعني اتصال عناصر التنظيم الإرهابي تم تضييق الخناق محاصرة قضاء الحويجة منذ فترة، منذ أكثر من سنة، وضربات مستمرة لأبطالنا في القوة الجوية العراقية باستهداف قدرة هذا التنظيم الإرهابي. لكن حقيقة الخطة هي تختلف حسب طبيعة الأرض وطبيعة الجغرافية لقضاء الحويجة. كذلك لا ننسى أن هناك يتواجد لا زال تحت سيطرة عناصر التنظيم الإرهابي بحدود 100,000 نسمة مواطنين أبرياء، لا زالوا تحت قبضة عناصر التنظيم الإرهابي. أعداد مدنية كبيرة. عندما ألقي... نعم. نعم. لهذا عندما ألقينا المنشورات كان فيها توجيهات للمواطنين بالابتعاد عن مقرات قيادة وسيطرة لعناصر التنظيم الإرهابي، وكذلك أصدرنا لهم تعليمات بأنه أن انطلاق العمليات وقبلها إن شاء الله سيتم تحديد ممرات آمنة لغرض استقبالهم وإخراجهم من أرض المعركة سالمين. ما يهمنا حقيقة هو أن نحرر المواطن، أن نحرر الإنسان العراقي. نعم، مفهوم. قبل أن نحرر الأرض. معركة تل العفر سيادة العميد كانت سريعة ومباغتة وحسمت أيضا بوقت قياسي على خلاف الموصل، هل يمكن أن يتكرر ذات الشيء أو السيناريو في الحويجة أيضا؟ يعني حقيقة أولا نحن نقاتل عدو غير نظامي يعمل بنظام الإصابات، يستخدم التلغيم، العجلات المفخخة، الانغماسيين، لكن المعلومات التي لدينا والمعلومات الاستخباراتية هناك انشقاق وانكسار ما بين صفوف عناصر التنظيم الإرهابي في قضاء الحويجة، خاصة ما بين عناصر الأجنبية والعربية والعناصر المحلية. إذن الحويجة هي المنطقة الأخيرة لداعش في العراق، أم أن هناك انتشار لهم في مناطق أخرى أيضا غير الحويجة؟ لا زال لدينا في مناطق قرب الأنبار، مناطق على الفرات القائم معانا وراوة، وأيضا لدينا عمليات دفاعية تعرضية في عمق الصحراء في اتجاه عانا وراوة. دمرنا من المضافات، الأماكن تواجد التنظيم الإرهابي، مخابئ، الأسلحة، العجلات المفخخة، وهي تعتبر تمهيدا أيضا لانطلاق عمليات عسكرية غير التحريرة. سيادة العميد، موضوع الحدود مع سوريا هل يعني أمر مهم والكثير يخشون من تسرب هؤلاء العناصر في المناطق التي يخسرون فيها المعارك معكم إلى الجانب السوري، هل من تعزيزات أمنية، هل من خطط تضعونها لوقف أي تدخل أو أي تسرب لعناصر داعش إلى المناطق السورية، مناطق تنظيم داعش في سوريا؟ يعني حقيقة نحن سيطرنا على مساحات كبيرة الآن من الحدود السورية العراقية، لكن لا زال هناك مساحات لا زالت غير مسيطر عليها. من أولى أولوياتنا ومهامنا إن شاء الله بعد أن تنطلق العمليات العسكرية خاصة في مناطق غرب الأنبار وعملية السيطرة على الحدود السورية العراقية، وأن تمسك بقوة ونمنع تسرب الإرهابيين وتسلمهم إلى كلا الجانبين. نعم. باتجاه الأراضي العربية. نعم. شكرا جزيلا العميد يحيى رسول المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، متحدثا إلينا مباشرة عبر الهاتف من بغداد.